حالة من الجدل أثيرت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات اللي فاتت بعد قيام جهاز مدينة الشروق بتعليق مركبة توك توك في وينش أمام مقر الجهاز. تعليق التوك توك ده أثار ضجة كبيرة بين مؤيد ومعارض. في ناس أيدت اللي عمله رئيس جهاز مدينة الشروق وقالت التصرف ده هيمنع العشوائية ويعتبر رسالة قوية بعدم السكوت عن أي مظهر عشوائي في المدن الجديدة. وناس تانية قالت أنه كان من المفترض أن يتم سحب التوك توك أو معاقبته أفضل من التصرف اللي حصل ده. وبعد الواقعة دي بدأت الناس تسأل عن عقوبات مخالفة التوك توك لقواعد المرور، وده اللي هنعرفه من اللواء أحمد هشام الخبير المروري. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. في البداية إيه تعليق حضرتك على واقع التعليق توك توك أمام مدينة الشروق؟ إحنا طبعا في دورة قانون ودورة مؤسسات، وإن أي إنسان بيخالف أي كانت نوع المخالفة يجب اتخاذ الإجراءات القانونية وعدم التعسف أو اتخاذ أي إجراء غير الإجراءات القانونية في معالجة المخالفات. فطبعا هذا التصرف طبعا لم يلقي قبولا من السادة المواطنين، بالإضافة أنه هو مخالف للقانون. لكن التوك توك طبعا في حد ذاته أنه هو يمشي في المناطق الحضرية أو المناطق الأهلة بالسكان أو على الطرق الرئيسية أو الطرق الفرعية أو أعلى الكباري أو أسفل الأنفاق، فهو غير مفروض نهائيا ويجب أن تأخذ ضده الإجراءات القانونية. تمام يا فندم، إيه عقوبة مخالفات التوك توك لقواعد المرور؟ قانون المرور حدد بالنسبه لمخالفه التوك توك، ان اولا التوك توك عايزين نوضح بس اول للساده المشاهدين او المستمعين ان التوك توك اصلا دخل مصر في نهايه شهر ديسمبر عام 2005 بمعرفه وزاره التجاره والصناعه، وذلك لاستغلاله في المناطق الغير مخططه وفي المناطق الضيقه والحواري الضيقه وكذلك ما بين القرى، وذلك لتسهيل على الساده المواطنين لنقل الركاب فقط وليس البضائع في تلك المناطق. لكن مع الاسف الشديد مليك التوك توك لم يقوموا بترخيص توك توك في ذلك الوقت، بالاضافه الى الظروف السياسيه والامنيه اللي مرت بها مصر ما بعد 2005 وحتى 2014. هذه الامور طبعا ساعدت بشكل كبير على انتشار التوك توك وتصنيعه وتجميعه داخل جمهوريه مصر العربيه، لدرجه ان هو وصل 2.5 مليون توك توك في جمهوريه مصر العربيه، لم يتم الترخيص منها غير سوى 366 الف توك توك فقط للغير. لذلك تدخلت وزارة الداخلية من واجبها الوطني للحفاظ على الأمن الداخلي والحفاظ على الأمن وسلامة المواطنين ضد الأعمال الإجرامية والإرهابية والسرقات بالإكراه اللي كان بيستغل فيها التوك توك. لذلك تم ترخيص التوك توك في كافة محافظات مصر مع عدد من المحافظات التي رفضت ترخيصها، نظرا أن هذه المحافظات تعتبر محافظات بها مناطق سياحية وتجارية هامة زي محافظة القاهرة. لذلك تم التنبيه من قبل رئيس مجلس الوزراء بإصدار منشور رسمي من مجلس الوزراء بالنسبة لمالكي التوك توك سرعة ترخيص التوك توك في وحدات الترخيص التابعة لهم مع الالتزام بالإجراءات التي تم اتخاذها بالنسبة لسير التوك توك، أنه يمشي في المناطق غير المخططة والمناطق الضيقة وما بين القرى، وعدم سيره نهائيا في الشوارع الرئيسية والشوارع الفضائية وأعلى الكباري وأسفل الأنفاق. وفي حالة عدم تنفيذ ذلك هيتم مطابقة القانون على التوك توك، بأنه هيتم تغريم مالك التوك توك 1500 جنيه في المرة الأولى، وفي المرة الثانية هيتم مضافة المخالفة إلى 3000 جنيه، وفي المرة الثالثة هيتم سحب التوك توك منه نهائيا. هذا بالإضافة أن ذاتي تم التنبيه ومشددا على كافة المصانع اللي بتقوم بتجميع التوك توك أن هي هتقوم من الآن بتجميع صناعة السيارات الميني فان، هي أيضا بثلاث عجلات وليها سوف تعمل بالغاز الطبيعي والطاقة الكهربائية، ودي هيكون ليها مظهر حضاري، وهيكون بالنسبة لقائد هذه السيارة أنه يكون عنده 18 سنة فأكثر وأنه يسوقها بقصة قيادة خاصة. أما اللي عايز يرخص التوك توك فهو مسموح له أنه يرخص التوك توك ووحدات الترخيص الآن زي مثلا محافظة الجيزة يوجد بها ثلاث وحدات ترخيص بتقوم بترخيص التوك توك، ففي الحالة دي حالة ممكن انه يروح يرخص التوك توك عشان يمشي بيه سليم، لكن يمشي بيه في الاماكن المخصصه ودي تتم ذكرها سالفا. هل استخدام التوك توك بدون ترخيص ده بيسبب خساره ماديه للدوله؟ اكيد طبعا، وعايز اقول لحضرتك ان يمكن لو حضرتك متابع احاديثي في هذا الموضوع في قناه التلفزيونيه، عايز اوضح لحضرتك ان عدم ترخيص التوك توك بيسبب خساره سنويه للبلد 3 مليار جنيه مصري نتيجة عدم ترخيص التوك توك. فدي طبعا يعتبر
خسارة للأمن القومي المصري، خسارة لميزانية الدولة، لأن التوك توك طبعا بيمشي فيه على الأسفلت بالإضافة إلى الحوادث التوك. كل هذه الأمور بتكلف الدولة مبالغ باهظة، سواء من ناحية إصلاحات الأسوار، سواء من ناحية تجديد وطبقة الطبقة الأسفلتية، سواء من ناحية إضاءة أعمدة المنارة اللي بيحصل فيها هذا النوع من التلفيات نتيجة الحوادث اللي بيكون سببها التوك توك. هذا بالإضافة إلى طبعا الجرائم اللي بترتكب واللي هي طبعا بتسبب خسائر مادية ومالية للدولة. طيب الحالات اللي بيتم سحب التوك توك نهائيا يا فندم ايه هي؟ في حالة سحب التوك توك نهائيا ده بيخش للدولة، بيخش ميزانية الدولة، والدولة بقى بتاخد معاه بقى، يا اما بتقوم بفكه نهائيا واستخدامه في خزينة الدولة في وزارة المالية، او اعادة تصنيعه مرة اخرى وفقا للنظم الحديثة، وتحويله من توك توك الى سيارة ميني فان راح تعمل ان شاء الله بالطاقة الكهربائية. ألو أحمد هشام الخبير المروري، شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم. إلى هنا انتهت فقرتنا، كنت معكم أنا بسمة محمود، وإلى اللقاء.